يعني شايف انه اذا على حسب ماني شايف انه ما رايح يمر كفاية هالسنة ويظل ربع المربين الا الجماعة اللي بتمكنوا من تربية كثير، يعني حسب النظام البرجوازي بقدر ما بتملك، لانه اللي عنده 5000 طير اذا الالف ربحت 10 ورقات بيعمل 50 ليرة، اما اللي عنده 500 طير اذا انتجوا 3 ورقات ايش بيطلع منهم؟ ما بيطلع منهم. هنا ايش هم قارين بالدين، جبنا صيصان كمان معنا لا صرنا نجيب من هون علف ومن هون مصاد ومن هون ومن هون، كان نهار ما نجحنا وصلنا امس على صيصان اللي انا حملت عيد ما قدرنا نشيل، ما بدنا نشيله ومن عاد الصيصان ربعناهم اعطيناها لغادنا ونحن عاد نشرنا رجعنا لك الاولي كله من الضوف، يعني ماديات ما في، مي ما في، يعني مي ما في موجود بالحرب، ايش بدي اسوي؟ يعني خساره وتعب كمان، بنخسر خساره بنخسر احيانا نتعب ونخسر، لا الخساره بتحمل هي حمل التعب كمان ما راح يتحمل. في ناس عم ترجع للزراعه، في ناس لان الزراعه افضل من دواجن، ثروه ارضيه، الدجاج طيار عم يموت مئات الدجاج. لما راح 300 طير حاسبنا حامي بآخر نهاية الفوز، يعني المردود مليح، لكن بالنسبة للخسارة اللي راحت مع الأدوية تبعهن كان ربح قليل جدا، يعني قليل. جينا بتجي للخسارة الثانية، الخسارة الثانية لما بنبيع الدواجن الفوز الأول تم عنا بحدود 40 يوم بخسارة يومية 60 ليرة سوري. تخليت عن الدجاج لأنه ما يعني شايف أنت صار الطعم غالي والإنتاج رخيص، لذلك ايش اذا بدنا نشتغل مجانا منين بناكل؟ كثير مربين رجعوا للحرفيه، يعني بحدود اذا ما قلنا نص المربين في ثلث، منهم من ترك التربيه نهائيا ومنهم من صار يعمل بالحرفه لجانب التربيه. والله هي فكر حوالي 50 لحد 55% انه يتركوا تربيه الدواجن بهالسنه هاي. ما بحب الدجاج ابدا، لان الدجاج اولا من المرض والدواء والاعلاف وكذا متعب كثير، وعم يجي امراض كمبور وكذا وتلوث الجو عندنا بصدد، يعني في مرض بيتعب كثير، وانا ما بحب انهم للدجاج منوب حتى ما بريده، ولا بحب فوت على مطرح فيها دجاج منوب. كان عندي 200 طير ضعناهن، صرنا نقفل ديون العالم، هلا لها لحين هالتاريخ الثاني مكسوره على مصاري للبنك، 200 طير ايش بدهم يقوموا في التنفار يا اخي؟ الواحد بدك تشتغل للعائله ولا بدك تشتغل للدجاج؟ ما عاد يوفر اكله، كثير ناس ربوا وما مشي الحال، الكسر خلص دين كثير عليهم، صرنا نشتغل خطره على تيله خطره على الدبه حيشاغ، ومن الله من يوم ليوم بيفرجها الله. هذه المعاني من طبيعتها تبل بتبين بتغيب، الله عطاها العقل بتضيعها، بقى هون المعاني الكنيسة الأولية حطتها عشان تعلقها بالكنائس، حتى لو راح يصلي بده يظل عينه مرفوعة لفوق على البيض النعام، لأن البيض النعام هذا بس يغيب عنه النعامي كانت تغيب عنه شيء يفسد، بقى هون الكنيسة حتى المسيحيين لما يروحوا يصلوا يطلعوا دائما لفوق، ما يطلعوا هيك وهيك، تدل عينهم يا الله تعالى فوق.
الحياه الاجتماعيه تغيرت جذريا، كل انسان صار يهتم باعماله، مقيد باشياء مضطر انه يتقيد فيها، يعني ما بيقدر يبتعد عنها. في ناس جابت تلفزيونات ونحن منهم كمان. في ناس جابت برادات مثل ما تفضلوا. اما الحقيقه بالشكل العكس الايه معنا الان. ما بنشوف حدا بيلتفت لهالبلد اللي قبل التاريخ الجلي معروف وصلت ام 7000 نسمه. اللي ما بينوجد فيها دورة مياه. سيبنا مثل ما صارنا في لبنان. عشت انا 8 سنوات بالمره. عندي 16000 فرود بمزرعه. خربت بيتي في لبنان لاي اسباب. الطاحن عزيز وردي وخليل غطاس بيقولوا نحن صارنا مثل خروف بيقعد بين كباش. عفسونا عفس. بقى هلا الجماعه الكل صاروا عنا بيشوا اياهم. كان بدهم يطحنوني مثل ما طحنونا هناك. قالوا احنا ما نخاف، احنا اليوم عم نخاف، وقتنا هذا صرنا عم نخاف.